هذه النشرة برعاية جاستريبول اس اي موبلر دينتالي. لوفين يؤكد لا جديد في موضوع تشكيل الحكومة قبل لقاء رئيس البرلمان. مصلحة الهجرة توقف ترحيل طفل في 6 من عمره إلى بلاده. أهلا بكم مشاهدينا إلى أخبار الكومبس. رئيس الحكومة المكلف ستيفان لوفين يؤكد أن ليس لديه أي شيء جديد ليقوله حول تشكيل الحكومة المقبلة، مشيرا إلى أنه لن يفصح حاليا عن فحوى مباحثاته مع قادة الأحزاب الذين التقاهم بالأمس قبل اجتماعه مع رئيس البرلمان. تصريحات لوفين هذه جاءت خلال توجهه إلى بروكسل للمشاركة في القمة الأوروبية، منوها إلى أن محادثات تشكيل الحكومة ستستأنف فور عودته من القمة. مصلحة الهجرة توقف ترحيل طفل يبلغ من العمر 6 سنوات إلى أوكرانيا في انتظار إجراء المزيد من التحقيقات حول قضيته، مؤكدة أن هناك المزيد من الظروف التي يجب التحقق فيها عن كثب. وكانت المصلحة تنوي ترحيل الصبي إلى أوكرانيا على الرغم من عدم وجود أقارب له هناك، حيث كان يعيش مع جديه من طرف والدته في السويد. الطفل ووالدته تقدما بطلب الحصول على تصريح إقامة في السويد في شهر نيسان إبريل 2015 وتم رفضهما مرتين. البيت الأبيض يعلن في بيان له أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيرشح كين هويري كسفير جديد في ستوكهولم. السويد ظلت بدون سفير للولايات المتحدة قرابة 2 سنة، أي منذ شهر كانون الثاني يناير 2017، ويجب أن يحصل هويري على موافقة مجلس الشيوخ قبل أن يتمكن من المباشرة بمنصبه الجديد. هويري هو يبلغ العمر حاليا 42 عاما، وهو المؤسس المشارك لشركة بايبال للدفع الإلكتروني. هيئات حكومية عديدة في السويد تلقى وثائق تفيد بالاشتباه بانتهاك بنك نوردية لقوانين مكافحة غسيل الأموال. وبحسب الوثائق فأنه يشتبه بتحويل 1.5 مليار كرون سويدي إلى أكثر من 460 حسابا بنكيا في نوردية في كل من السويد، الدنمارك، فنلندا والنرويج، فيما رفضت إدارة البنك في السويد التعليق على الموضوع، مؤكدة أنها ستتعاون مع السلطات المختصة في التحقيقات. دراسة نشرها مكتب الإحصاء المركزي تظهر أن 1% من سكان السويد فقراء وفقا لمعايير الاتحاد الأوروبي، في حين وصلت النسبة إلى 7% كمتوسط دول الاتحاد. وبحسب الإحصاء فإن إجمالي عدد الفقراء في العام 2017 في البلاد وصل إلى حوالي 100,000 شخص، القسم الأكبر منهم عاطلون عن العمل أو من المولودين خارج البلاد، فيما وصلت هذه النسبة ل 21% في اليونان و 30% في بلغاريا. استطلاع جديد للرأي يظهر أن المزيد من السويديين راضون على عضوية بلادهم في الاتحاد الأوروبي. 77% من المستطلعين ذكروا أنه من الجيد بأن تكون السويد عضوة في الاتحاد، ما يعني زيادة بنحو 9 نقاط مئوية مقارنة باستطلاع كان قد أجري في شهر أيار مايو الماضي، فيما ذكر 10% فقط أنهم سيصوتون لترك الاتحاد الأوروبي إذا تم إجراء الاستفتاء اليوم. السويد تحتل المرتبة 11 عالميا من حيث متوسط العمر المتوقع للسويديين، بينما توضح دراسة جديدة أن السويديين سيعيشون لفترة أطول قليلا في المستقبل، وأن الأسباب الأكثر شيوعا للوفاة ستكون أمراض القلب والرئة وكذلك أنواع مختلفة من السرطان، فضلا عن عمليات الانتحار. ماذا عن أخبار الطقس ليوم الغد؟
نهاية هذه النشرة، تحياتي وتحيات فريق العمل، إلى اللقاء. هذه النشرة برعاية جاستريبول، اس اي موبلر، دينتالي.